والله كمان لبرج حمود مع الزميل ألان درغام على بيت فعلا بحاجة لمساعدة. خلينا ننتقل لعند ألان ونشوف. رانيا، ما بعرف قديش المهمة في هذا المنزل رح تكون صعبة، ولكن اللي شفناه اليوم ما في شيء صعب، لأنه في اندفاع كتير 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 كبير للجالية اللبنانية من الخارج أو حتى اللبنانيين اليوم من الداخل أنه يساعدوا بعض. أنا موجود عند عائلة خوري، يعني عم جرب لاقي كلمات، لأنه وقتها سمعت قصتهم أنا أول لقاء بيني وبينهم، رح خلي يلي هي مشرفة على حالتهم يلي كمان كاريتاس دائما عم تواصل نشاطاتها مع العيال اللبنانية. شو كيف نحكي مع آل خور؟ ما اتعرف عليهم بس بعقدوا هن، هلا بنتعرف عليهم بعد شوي. أعطيني بس ملخص صغير عن هذه العائلة. رح خبرك شوي عن الحالة. في عنا تيتا نجيبة وابنها سهيل، هن عايشين بهذا البيت، وفي عندهم ابنهم أنطوان مع عائلته كمان. بهذا البيت ما في الا انطوان، هو الوحيد اللي عم بيعيل هذه العائله. تيتا نجيب رغم اصابته بمرض السرطان الرئوي وعم بيتلقى علاجات لازم يرتاح، ولكن بعده عم بيقوم بمجهود كبير ليخلي العائله واقفه على اجريها، طبعا بالامكانيات المحدوده جدا. وعنده كمان ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو كمان بحاجه لعلاج دائم. كمان تيتا نجيبه وابنها سهيل هن كمان بحاجه لعلاج دائم، وسهيل عنده مشكله بالنطق وعنده مشكله باجريه كمان. فأنطوان هو الوحيد اللي عم بيعيل هيدي العائلة. طيب نحن شو فينا نقول للمشاهدين؟ يعني عنا نحن جينا هدفنا شغلتين، نقدر نقدم بعض المساعدات المالية أو حتى المعنوية، بمعنى تأمين الأدوية إذا في أي مستوصف أو أي مركز بيقدم هذه الأدوية مثل ما بتعملوا حضرتكم، كرمال نساعدهم شوية بالعلاجات يلي طبعا كل واحد بحاجة إلى، إذا كان ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. والهدف الثاني هو ترميم هذا المنزل. خليني بلش احكي مع العائله. تيتا، انت بركه البيت، الله يخليكي وطول بعمرك. يعني حسينا في تيعه بيتنا، والله يعني حسينا ننتمي لهالبيت الحلو، في وورم، يعني في طول عمرك، عمرك وعمر اللي اخوي اللي معك. يعني نعم. انت بحاجه لادويه صح، والبيت فيه رطوبه وعم ينش كمان مثل عم شوف. نعم هذا رطوبه، وانا ادوتي كيس مالين كل شعبتي. هل وما في شيء؟ معلش قلبي شوي مدام، هل عم يصير في نقص بالدواء للتونت للتيتا؟ لا ما عم نخليه ينقص عليها شيء، رغم انه عم تكون مهمه صعبه كي تامنوا لهم ادويه كل شهر. اكيد اكيد. هلا سلفي اوقات شوي بيقدر يساعدنا، لا سلفي عنده عائله كمان وبلا شغل بتعرف مثل هالايام وضع صعب جدا. ايه يعني بيبعت لها شوي، بنت حمايه بتبعت شوي، انه عم نحاول نامن قد ما فينا. نعم. بقدر الامكان. يعني اول شيء بدي اقول لك انت انسان جبار، انت احلى شيء تعرفنا عليه اليوم، من احلى العالم. تسلم. يعني حلك ليش انت بمرضك يلي هو مش هين ابدا، بيتعب، بياخذ كثير من طبعا التعب الذهني ايضا والنفسي، ولكن بعدك عم تعيل عائلتك وعم تشتغل وما وقفت ولا نهار. كيف هي؟ كيف فيك توقف؟ يعني انا اذا صار عندنا رشح بصير عندنا ديبرسيون او منوع بالبعد يومين. شو انت مرض كبير ومش هين وعم تحاربه؟ الله ساعدني، الله ساعدني. صح. وبيت واقف عجرية وعندي إيماني بالله كبير. عم فكر إنه عندي عائلة مجبور ضحي لا أقدر أقوم فيها، وكتي خير الله بعدني عم بشتغل، بعدني عم قوم بالواجب. أكيد مش مثل ما كنا بالأول، نعم قصرنا شوي لأنه بالنسبة للأوضاع اللي نحن مرقين فيها، ونرجع نقول كتي خير الله بعدنا عايشين، بعدني عم بقدر قوم بعائلتي، عم بقوم بواجباتي، ونشكر ربنا على كل شيء. ليش عم تبكي؟ ظلمتي برأيك؟ ما في دولة تطلع فيكي تعطيكي أبسط الأمور لعائلتك؟ أكيد أكيد ما في دولة عم تتطلع فينا، يعني حتى وزارة الصحة بروح تجيب دواء، مثلا رحنا تجيب دواء لسلفي، كل شهر بدي أعمل له روشتة من عند الحكيم، كل شهر هو لحاله الحكيم بده ياخذ 100,000 مني. يعني انا حوالكم صعبه جدا. اكيد مثل غيرنا، يعني مثلنا مثل كل هالعالم. انه تصور انه اعاقه ووزاره الصحه ما بتامن له الدواء الا ما تجيب كل شهر رشته من الحكيم. بس دموعي كثير غاليين قدام كل لبنان عم يشاهدك حاليا، رفيق. وهالدمعه مش لازم تنزل، فهيدي الدمعه انت ما عملتوا شيء غلط، انتوا يعني الله يعني هو معكم اكيد، والمرض ما فينا نسيطر عليه، والذوي الاحتياجات الخاصه كل شيء الحمد لله على كل شيء.
هي نعمة من ربنا. أنا بقول ربنا ما بيجرب إلا خايفين، وبنضل نقول له كتر خيرك، ما هم يعني ينجينا من الأصعب من هيك بعد. بس دموعي كتير غاليين وعلى كل المشاهدين يعني عم يشوفونا حاليا، يعني بس بدي فرجي شوي وشو وضع البيت، اللي كمان هدفنا أنه نقدم، يعني مين نقدم؟ أنتو حتقدموا، أنتو إخواتي وأهلي والناس الموجودين في لبنان وخارج لبنان. معليه أوقات بحكي بطريقة لأنه متأثر شوي، عم جرب خلص الرسالة. مثل عم شوف كمان البيت كله ناشش، رطوبة كتير عالية، يعني هيدا بيجيب أمراض كما ذكرت. يعني عم نعيش هون حالتين صعبين، ترميم البيت بميزانية منا أبدا كبيرة، بطريقة متواضعة فينا نغيرهم حياتهم، نعطي شوية أمان للبيت كرمال يعيشوا فيه بسلام. هن وعم يتعذبوا، يعني كمان كل المنزل متواضع جدا. يعني بتأمل أنه ترجع تسمعوا هذا النداء اللي عم نوصلكم إياه دائما عبر هذا البرنامج الخاص مع فريق كاريتاس، اللي عم يتعاون سويا أنه خلينا نرجع لبرا، نتعاون سويا كرمال أنه نأمل لهم أبسط الأمور، ما عم نطلب شيء إلا أشياء منطقية جدا. رانيا، يعني كل مرة بسمع صوت سيمو بيدانتي بعرف أنه الدكتور حمد شامسي مرة جديدة قرر أنه يتبنى أول شيء تأمين ترميم هذا البيت كرمال ما بقى يصير في سقعة أو رطوبة. تسمعي؟ تسمعوني؟ وكمان رح يغوص بالتفاصيل شو عايزين من أدوية وعلاجات اللي أمنها لألكم. كمان دكتور حمد شامسي، يعني أنا خجلان كتير منك، مش لأنه بالعكس مقدر لك محبتك، بس كل مرة بسمع سيمون بيدانتي المنتج البرنامج بعرف أنه مش مسؤول لبناني عم بيدق، بعرف مش أنه نايب لبناني عم بيدق، بعرف مش وزير لبناني عم بيدق، بعرف أنه مش وزير الصحة عم بيدق، وبعرف أنه مش وزير الشؤون عم بيدق، عم بيدق دولة شقيقة هي دولة الإمارات يلي ولا مرة تركتنا في هذه اللحظات الصعبة جدا. مش عم بقول شكرا للإمارات، شكرا للدكتور حمد الشامسي، عم بتخجلنا بمحبتك ويتضمننا. شو بتحب تقولي له؟ معلش انا اكيد كنت حابه تقولي شيء يمكن لدولتك لسلطتك، ولكن عم نقول لدوله شقيقه شكرا. بدي اقول له ميرسي كثير، يعني ما عندي كلام يعبر له اكثر من هيك. السما تنزله والارض تطلع له، اكثر من هيك ما فيني اقول له شكرا له. هالعيله كثير حلوه وعزه نفسها كثير كبيره، يعني بدي اقول الصراحه ما كان حابب يحكي على الكاميرا، قلت له نحن ببيتك خلينا كلنا مع بعضنا قلب واحد. رانيا خلينا انهي هذه الفقره بامل ان شاء الله الامل اللبناني كمان يحسوا فيه ويبلشوا يساعدوا بعضهم الاخر، لانه بحاجه لبعض.